اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا جبت لكم ايه النهارده. واو اتوميك بومب، كوره جامده جدا مكتوب عليها فاير بول. ايه ده، دي حراقه قوي قوي قوي. هنفتحها النهارده ونشوف يا ترى بقى دي عباره عن ايه. بونبوني شكله جامد جدا وحراق قوي يا مامي، انا شاطره ان انا اكله. بس طبعا لسه ما جربوه لكم، ادوقه بقى النهارده واقول لكم ايه رايي فيه. تعالوا بقى نفتحه النهارده ونشوف يا ترى ده متكون من ايه من جوه، ونشوف طعمه هيكون عامل ازاي. واو متشوق قوي ان انا ادوق، اقول لكم بقى في الاخر رايي فيه. عامه هنفتح بقى الكيس ده كده. اوكي بعد ما فتحناه بصوا طلعنا الكره كده، شكلها جامد قوي. ريحتها كمان جميله جدا. متشوق قوي بقى ان انا ادوقها. الاول هجيب بس السكينه وحابه ان احنا نكسرها ونشوف محتوياتها عامله ايه من جوه. ايه ده، دي ناشفه جدا، مش عارفه ان انا اكسرها خالص. هحاول اضغط بقى كده جامد، دي ما بتتكسرش. ايه البونبوني الرخم ده، عايز ان انا افتحها. يا ساتر، بص بجيب السكينه بطول كده عليها، ما بتتكسرش. اعمل فيها ايه عشان اكسرها؟ يا لهوي، هدوس كده بقى بالسكينه جامد قوي، يمكن تتفتح معايا دلوقتي. برضو مفيش فايده، انا اتعصبت. عايز ان انا افتحها وادوقها واوريها لكم من جوه اعمل فيها ايه. طب انا هجيب بقى بونبونيه تانيه كده واشوف الدنيا اخبارها ايه، لكن كده مش هينفع خالص. يعني انا فتحت كده حته منها، بصوا ده بس كله اللي اتفتح بعد ما قعدت عافر فيها كتير قوي. هفتح بقى واحده تاني كده ونشوف ايه اللي هيحصل. دي مش بتتفتح خالص، بس هحاول بقى ان انا ادوقها واقول لكم رايي فيها. يا هوي، ايه ده، دي حراقه قوي. مش قادر، انا لساني كله اتحرق. يا لهوي، انا هجيب ميه هشربها بسرعه اطفي النار اللي في بقي. ايه ده، دي حراقه قوي قوي قوي، انا لساني اتحرق خالص مش قادر. دي فاير بول جامده قوي. يا لهوي، لازم تخلي بالنا لو حد فيكم هياكلها. لا دي حراقه جدا جدا، انا مش قادر، لازم اشرب ميه تاني. بس معلش ثانيه واحده. الحمد لله. مش حاسس بلساني، انا عايز ان لساني يقع، مش قادر انسى، مش قادر. دي حراقه قوي قوي قوي. مش قادر، مش قادر اكمل الفيديو. ايه البونبوني الفظيع ده، ده حراق قوي قوي قوي. اتمنى يا اصحابي يكون الفيديو الفظيع ده عجبكم. قولوا لي بصوا لو عايزين تعملوا مقلب لحد من صحابكم وتدوا له بونبوني حراق قوي ده قوي ده، ممكن انتوا تدوا له. لا بس فعلا البونبوني ده فاير بول جامد جدا، بيحرق البق خالص. لازم نيجي ناكله نخلي جنبنا ميه كتير قوي قوي عشان ده بيحرق جامد جدا. مش للناس اللي قلبهم ضعيف، بكرر تاني، مش للناس اللي قلبهم ضعيف. لو هتاكلوا البونبوني ده لازم يكون قلبكم قوي ومستغنين عن لسانكم، لان انتوا مش هتحسوا بيه كذا يوم. اتمنى يكون الفيديو فظيع عجبكم. بليز بقولوا لي رايكم بقى في الكومنتات، وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.